مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، ها هي انطلاقه شوطنا السادس عشر اما بعون من الله تعالى وتوفيق شوطنا السادس عشر. هنا ايضا بانطلاقه وتحديات القعدان، هنا اذا المهجنات الاصايل مع ايضا اشواط الانتاج والمنتجين ارضيه هذا الميدان في مسيره هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. نتابع معكم هذه الانطلاقة، نتابع هذه التحديات هنا ونسير مع هذه الانطلاقات الصباحية، ونتابع هنا الصدارة والمقدمة للطام محمد بن مساعد بن قران المنصوري، من يأتي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط بشعار بيان المنطلقة على الصدارة. هنا منطلقين أهالي أيضا الظفرة بهذا الأداء الجميل، بينما البندر لسالم بن سعيد بن كاسب المسافري يأتينا على المركز الثاني وعلى المركز الثالث المنطلق شاهين لأحمد بن سعيد بن بروك الحميري، والقادم راهي خليفة بن عبد الله العطية القادم بهذا الانطلاق الجميل، بينما القادم هنا ايضا اشقر القادم لاحمد بن سالم بن سعيد بن منانة الاكتبي، من يقدم لنا اشقر بهذه الانطلاقة الوصول والتحدي من الطايش هنا بانطلاقة حمدان بن محمد بن راشد بن غدير الاكتبي، بينما سابعي المراكز مطنوخ العلي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري مع مطنوخ بهذه الانطلاقة، ومتعب عتيق بن سيب بن حاضر العميمي يتواجد بمحمد مع متعب بهذه الانطلاقات، وهنا برقان حارب بن محمد بن غنام الهاملي من يأتينا أيضا منطلقا على تاسع المراكز والمركز العاشر، المركز العاشر والمنطلق هنا مع الباز أحمد بن علي بن هادي المنصوري منطلقا على المركز العاشر. هذه هي النتيجة لمراكزنا العشرة الأولى التي نتابعها وأسامي قادمة أيضا خلف المراكز العشرة الأولى. لنا عودة مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى أهل غياثي على الصدارة وعلى المركز الأول هنا مع الطام محمد بن مساعد بن قران المنصوري، من يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني أشقر أحمد بن سالم بن سعيد بن منانة الاكتبي، من يأتينا على ثانية المراكز، والمركز الثالث بن بروك ماذا يقدم؟ يقدم شاهين أحمد بن سعيد بن بروك الحميري، من يأتينا بشاهين على المركز الثالث. رابع مراكزنا مطنوخ علي بن حمودة بن علي الظاهري مع مطنوخ بهذا الانطلاق والأداء الجميل، بينما هنا المنطلق متعب، متعب القادم هنا انطلاقة وتحديات عتيق بن سيف بن حاضر العميمي، من يقدم لنا متعب هنا على المركز الخامس وسادس المراكز المنطلق بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات الجميلة، والقادم هنا أيضا شعار بن هادي هنا مع الباز أحمد بن علي بن هادي المنصوري مع الباز المنطلق بهذه الانطلاقة. الوصول مشاهدينا الكرام من الطايش حمدان بن محمد بن راشد بن غدير الاكتبي يقدم لنا الطايش هذا الأداء الجميل، بينما هنا راهي خليفة بن عبد الله العطية قادم هنا هذا الانطلاق الجميل، وتاسع مراكزنا وصل هنا ايضا برقان حارب بن محمد بن غنام الهاملي والمتسلل البندر سالم بن سعيد بن جاسم المسافري المتسلل بهذه الانطلاقه وبهذه التحديات الجميله. اذا العشره الاسماء
هنا تتواجد هذا الانطلاق، وأرى القدوم أيضا قدوم ملحوظ أيضا بهذه اللحظات. ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، أعود مع لطام على الصدارة على المقدمة والمركز الأول. محمد بن مساعد بن قران المنصوري من يقدم لنا انطلوقة لطام على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة، بينما هناك أشقر على المركز الثاني. أشقر أشقر بهذا الانطلاق الجميل هنا للمتحدي الصغير أحمد بن سالم بن سعيد بن منانة من يقدمه على المركز هنا أيضا الثاني بهذا الانطلاق، بينما ثالث مراكزنا مطنوخ 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 هنا المنطلق بهذه الانطلاقة مطنوخ. من ياتي؟ علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري والباز، أحمد بن علي بن هادي المنصوري هنا متواجد بدن بانطلاقتي، بينما متعب متعب هنا عتيق بسيف بن حاضر العميمي من ياتينا بمتعب، والقادم هنا القادم شاهين أحمد بن سعيد بن بروك الحميري ووصل مبعد مكتوم بن سعيد بن منانة الاكتبي أيضا يقدم لنا انطلاقة مبعد بهذا الانطلاق الجميل، والطايش الحمدان بن محمد بن راشد بن غدير الاكتبي هنا تواجد بانطلاقته وتحدياته الجميلة، ولكن هنا القادم أيضا هنا بأول نداء ذرب لمحمد بن حبروت بن سلطان الاكتبي مع ذرب انطلاقته وتحدياته الجميلة. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى صدارة هذا الشوط. لطام لا زال على الصدارة، لطام على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا لطام لمحمد بن مساعد بن قران المنصوري، وأشقر أشقر أشقر هنا أحمد بن سالم بن سعيد بن منانة اللي اجتبي هنا هذا الانطلاق الجميل مع الكيلومتر الأخير. يلا يا ذياب يا بن محمد يا بن منانة مركز مع انطلاقة أشقر هذا الانطلاق الجميل وتحدي، بينما القادم هنا ذرب هنا بهذا الانطلاق أو الباز، الباز لأحمد بن علي بن هادي المنصوري من يأتي على المركز الثالث والمركز الرابع مبعد لمكتوم بن سعيد بن منان. الله الله التحديات الأخيرة، ولكن لطام لا زال على الصدارة، لطام على المقدمة على المركز الأول. محمد بن مساعد بن قران المنصوري على الصدارة على المقدمة، وأشقر أشقر لأحمد بن سالم بن سعيد بن منان من يأتينا على ثوني المركز. الله تحديات هنا وإثارة، الله الله التحديات الأخيرة، ولكن الصدارة هنا لا زال لطام على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. لطام لطام وأشقر لطام وأشقر هذا الانطلاق والتحدي الأخير. الله الله نزول لطام على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول هنا من البداية، الاثنين من البداية هنا أيضا بهذه التحديات الأخيرة. سلام لهالي الظفرة، سلام لهالي غياثي على هذا الأداء الجميل هنا للطام. تهانينا لمحمد بن مساعد بن قران المنصوري، أشقر لأحمد بن سالم بن سعيد بن منانة من حلة ثانية، بينما المركز الثالث اللي هنا وصل الباز أحمد بن علي بن هادي المنصوري، ويأتينا هناك براق عامر بن محمد بن زايد المنصوري، ومبعد لمكتوم بن سعيد بن منانة هنا أيضا المنطلق هذا الانطلاق على المركز هنا الخامس. ونعود إلى التوقيت الزمني، هنا 9 دقائق 11 ثانية، 5 أجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني الذي سجل تحت أقدام لطام. تهانينا لمحمد بن مساعد بن قران المنصوري، أشقر سجل 9 دقائق 11 ثانية، 8 من الأجزاء من الثانية. تهانينا لأيضا أحمد بن سالم سعيد بن منانة الاكتبي، بينما المركز الثالث أتانا مشاهدينا الكرام هنا بهذه الانطلاقات والتحديات. هنا الباز أحمد بن علي بن هادي المنصوري قاطع المسافة 9 دقائق 15 ثانية 7 من الأجزاء من الثانية.